السلام بيرسل لك كرة عرضية، دفاعات الهلال تعود، والكرة للأقوياء، مباراة للأقوياء، ديربي الأقوياء. يا ساديو ماني، ساديو في مكان كريستيانو، تصويبة عادت إلى فوفانو، لمسة تعود إلى فوفانو من جديد، يسقط. التي تشجع في هذا التوقيت وتؤازر، كرة بترجع طويلة وعالية في مكان باتجاه ميشايل، ميت اليمنى والتمريرة في مكان من بروزو، الكرة في مكان أطول من اللازم، الكرة تصل الآن في مكان عن طريق حارس المرمى ياسين بونو اللي بيرسل له كرة طويلة وعالية بغير الاتجاه، أيمن يحيى يبحث عن الاتجاه، كريستيانو يبحث عن كرة تمر. اللي قال كلمة جميلة، قال على النجوم أن لا يرضوا على أنفسهم، دفاعيا أحيانا لا يقوم بكل الأدوار، لكن نشاهده يدافع ويتراجع في بعض اللقطات، والكرة طويلة وعالية في مكرام، والكرة بعد ذلك إلى ياسين بونو. هل تكون كوليبالي أقرب لغالبية الكرات؟ ياسين بونو والكرة الطويلة والعالية، دوسري، سامي الجابر، مرتين انضوا ووضع الكرة في الشباك. كيف سيتعامل كاسترو؟ كيف ستكون ردة فعل كريستيانو؟ تغيير، بحثاً عن التغيير، بحثاً عن التغيير. عبد الرحيم غريب، عدى غريب، عرض الكرة من ساديو لكن وصلت بعد 40، أن يكون الوحيد الذي تجاوز حاجز 40 نقطة. وبالتالي الغنام، لكن العرضية في مكان، الرأسية في مكان، في دوري أبطال آسيا. وشايف هنا هذه اللقطة وهذا الإشراف باتجاه تلسكا، يحاول فيها ولكن ياسين بونو، يا سلام يا بونو، يعرف بأنه سيخرج من المنطقة، يكبر تلسكا يتقدم ولكنه بونو فيها كان موجودا وحاضرا، والكرة كانت في